احنا هنا يعني كمهندسين احنا اعتصمنا من 2019 الى نهايه 2019 وحصلنا اجر وعقد وعدونا بالتثبيت ايش وقت على موازنه 2020. قلنا لهم ما يخالفوا، بوقتها فلشنا الخيم واحنا كل واحد لبيوته بامل الوزاره تفي بوعدها. بعد الوزاره عينت آلاف مؤلفة، راجعنا الوزارة قلنا لهم انتوا عينتوا آلاف مؤلفة، احنا حقنا ووعودكم بعدها موجودة. حقيقة رد الوزارة كان مو الرد اللي توقعناه. شو كان ردهم يعني بصورة؟ يعني برفض، خلينا نقول باختصار برفض، ما نقول حرفين بس نقولها برفض. بعدين كتهميش للراتب وتهميش للاسم مهندس، احنا بعد ما علينا، ما نهتم براتب، ما نهتم بمستحقات شهريه وهذه، لان احنا نعرف التلاعب بالارزاق راح يستمر شهر بشهر وشهر بشهر. انا بعد ما يهمني، بعد ما اكون عندي ثقه بالوزاره، بعد ما اخذ بكلامهم ولا بوعودهم، كل اللي اهتم له هسه هو التثبيت على الملاك الدائم الى المهندسين الاجو والعقود بوزاره الكهرباء. الوزارة أكثر من مرة قالت إحنا راح نتكلم بموضوعكم قدام السيد رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي. لحد هسه السيد مصطفى الكاظمي ما وصل لصوتنا. ليش؟ اللي أريد نتحدث عنه إنه قضية الأعداد، يعني سابقا الوزير السابق تحدث عن قضية الأعداد. الوزير السابق قال إحنا عيناهم بسبب مظاهرات، يعني شنو؟ بدون تخطيط. وهذا اللي وصلنا لهذا الحال. بدون تخطيط. زين هسه أنت لما تجي تقول لي عينتهم بالمظاهرات بدون تخطيط، وهسه جايين تقول لي عين على القدم، يعني شنو؟ إحنا كلنا تعينا. طيب شنو مصير هاي الناس اليوم؟ يعني هم نفس بدون تخطيط. بالضبط. شنو مصيري؟ اني كشهاده اعتصمت بوقتها وتعينت، والبقيه ما اعرف شلون تعينه وما اعرف، لانه احنا اعتصمنا باسم الهندسه، يعني غير المهندسين ما اعتصموا قدام وزاره الكهرباء. موجوده كل الدلائل وكل اللقاءات مالتنا من 2019. زين احنا بس اللي نريده الوزير يتكلم بموضوعنا قدام رئيس الوزراء. رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي احنا كل امالنا عليه، لان حاليا احنا نشوفه هو البطل المنتظر اللي ممكن يعني ينصف الكفاءات الهندسيه، وخصوصا هسه احنا يعني الكل هسه تعرف بقضيتنا. رئيس الوزراء اذا انطرح الموضوع يمه ووزير الكهرباء ادى بواجبه باتجاهنا، اللي هو طبعا مثل ما نعرف وزير الكهرباء احنا سمعنا به هو تسلق السلم درجه درجه لما وصل مقعد الوزير. اذا هو مهني وكفو وباستطاعته انه يرجع الكهرباء الوضع مستقر له بحاجه المواطن. زين نرجع لموضوعنا هنا. السيد الكاظمي بس نريده يحكي بموضوعنا اليوم، خلينا نتحدث عن قضيه اليوم، خلينا نقول السيد الكاظمي بس يقول لهم حق ما لهم حق، ها الخيام تتفلش، يعطينا اوامرنا ما يعطينا اوامرنا، المهم موضوعنا يوصل اوامر وزاريه صادره، ها الخيام تتفلش. اوامر وزاريه بالتثبيت على الملاك؟ لا. يعني اليوم خلينا نقول المشكله مجرد وعود، اليوم قضيه مجرد وعود الاوامر الوزاريه وقضيه الاستحقاق المالي. استحقاق مالي واوامر وزاريه، احنا هنا مهندسين معتصمين، احنا بس نريد حقنا بالتثبيت على الملاك، عندنا نسبه من درجات الحذف والاستحداث. بالضبط. هذه النسبه نريدها لنا، ما اريد اتورط باساليب اخرى، ما اريد اروح الطرق ملتويه حتى احصل حقي. أنا بس أريد حقي عدل وإنصاف وحق شهادتي. إحنا قرابة 3000 حالياً، هسه إحنا تقريباً أكثر من 3000 جايين ده نعتصم هنا مهندس عقود وإجور وزارة الكهرباء، وكل اللي ده هو التثبيت على الملاك الدائم. يوصل صوتنا للكاظمي، الكاظمي يحكم علينا، إحنا نروح إن شاء الله. أنا أشكرك، حياك الله، الله يعزك.